اذا مشاهدي شوف تي في، تحيه طيبه لجميع متابعين متابعات كنحييكم اللي جيتوا جده. اذا كاين اقبال كبير على كما كتشوفوا ليطارت المخبزات. اذا حنايا في اشهر مخبزه هنايا في شارع مولاي الحسن بمدينه وجده بطبيعه الحال. المخبزه هذه اللي يعني كما كتشوفوا كيستعدوا مزوخين المحل ديالهم وداكشي، غادي نوصلوا عندهم بطبيعه الحال. انا كنحاول نصوب لهم من بعيد باش نوصلوا لعندهم. يعني كاين اقبال، كيبان لي الناس كيخرجوا بلي طارت، كل مره كيخرج واحد بلي طارت. على فكره دابا كاين اقبال، ولكن العشيه غادي يكون واحد الاقبال اللي كبير وكبير بزاف، يعني لواحد الدرجه اللي ما غاديش تصوروها. يعني الزحام على المخبزات جميعا، غادي تشوفوا الناس داين لي طارت. وهذه كاين مجموعه ديال الاجواء والمناظر اللي غادي نشوفوها هذا المساء هذا، يعني صراحه اللي كتعبر على الاحتفال ديال غادي نمشيو كذلك بعض المخبزات الشعبيه. كان واحد المخبزه هنايا اللي كدير واحد الاثمنه هابطه بزاف يعني للمساكين كما كنقولوا هنايا. غادي نمشيو حتى تما، وغادي كذلك غادي نشوفوا الاجواء كي دايره، البيع والشراء كي داير، شكون اللي هم اكتداد واش هاد المخبزات اللي كيديروا اثمنه صغيره ولا المخبزات اللي كيديروا بطبيعه الحال اثمنه مناسبه للناس. اذا سنه سعيده لجميع بطبيعه الحال. احنا كنحاولوا نقرب لكم دائما من اجواء هنايا في مدينه وجده، اجواء راس السنه الميلاديه من اشهر مناطقها. غادي نحاولوا كما كتشوفوا يعني كاين اقبال، الناس كيخرجوا من المخبزات، يعني الناس داين اللي طارت كما كتشوفوا معايا، يعني تقدير الناس كتقدى دابا. نحاول من بعيد نقربوكم من الاجواء بطبيعة الحال. هذه مخبزة كما كتشوفوا. هذا شارع مولاي الحسن هنا بمدينة وجدة بطبيعة الحال. هي كان اجواء ديال الاحتفالات، ومالي المحل كيقادو المسائل ديالهم. كنتمنى حنايا ان شاء الله دوز هاد السنه ما يديرش فيها مشاكل، لان كما كتعرفوا كاين هاد العام ما كانش كونفينمون، ما كانش حضر التجول الليلي. يعني هاد العام كلشي غادي يخدم ملاهي ليليه، الكباري كاين دي سواري سبيسيال، سهرات عائليه، دي سواري بريفي، يعني بزاف ديال الاخر. اليوم هاد السنه هاد السنه هادي غادي تكون مميزه، خصوصا رجال الامن الوطني اللي غادي يعني خصهم يعني غادي يضربوا تمره تاع بصح صراحه. لان كما كنعرفوا راس السنه دائما كتكون مجموعه ديال المشاكل، خصوصا السكر والعربده بالليل. هذه يعني مساله اللي كنعرفوها بطبيعه الحال. اذا غادي نحاولوا نقتربوا شويه من الاخر، نقطعوا تما ونشوفوا الاخوان كما كنقولوا حنايا. نحاول نصور من بعيد وندرتشو شويه، نحاول نوصلوا تما. كتشوفوا الناس يعني كتقضى إذا حنا في شارع مولاي الحسن. حاولنا ندخل لكم يعني من هنايا من المخبزة، شفتوا معنا مخبزة عامرة لداخل من درجة كبيرة. نشوفوا شي محل اخر بطبيعة الحال. كاين مجموعة ديال المحلات اللي كيبيعوا الحلويات في هاد الجهة هادي هنايا، نحاولوا
نوصلوا لهم بطبيعه الحال. بقوا معنا اخوان. نشوف محل اخر.